هل تجد نفسك اليوم وبعد لقائك مع السيد الكاظمي أنك كنت قاسيا جدا مع هذا الرجل، واليوم تتراجع عن ما قلته عنه وإليه في لقائك الأخير أنت والسيد الوالد؟ يعني أولا أستاذ نجم، أنا هاي أول مرة أطلع بيها بالتلفزيون بعد لقائي بدولة الرئيس الكاظمي، أي حياك الله. وحتى ما نشرت أي تغريدات ولا أي شيء بالفيسبوك، فما أعتقد روحي تراجعت بعدني، ما تكلمت، هاي هسه بدي أحكي. أي فأنا ما تراجعت، أنا طلعت بالتلفزيون كلمت أعطيت رأيي في أداء الحكومة ورويت بعض الوقائع. بس رئيس الوزراء زعل، أخذ على خاطره، اعتبر الموضوع شخصي، اعتبره موجه. الرجل أيضا قال أنه أكثر بطني بي علاقة شخصية، يعني دولة رئيس الوزراء كنت أعتبر روحي قريب من عنده، وأنه هاي زعلته جدا، يعني قربي منه وأنا أتكلم عليه بهاي الطريقة زعله كثيرا. بس بغض النظر عن زعل رئيس الوزراء من عدمه، أنا أعتقد وضع البلد ما مريح. الحكومة لا تمتلك أدوات للنجاح، وحتى دولة رئيس الوزراء في الاجتماع نفسه، في اجتماعنا معه، الرجل أبدى مخاوفه، يعني تكلم بصراحة وبشجاعة وقال إنه الوضع صعب، وأن وحتى عن السياسيين، يعني قال إنه أكو السياسيين ملتهين بالسرقات، وأنا اليوم مضطر أروح أجدي مثل ما جنابه قلت في المقدمة، أجدي الرواتب، والجماعة حتى هاي فلوس الرواتب يريدون يبوقوها. فالوضع صعب، يعني وضع الحكومة صعب، وضع الدولة صعب، وضع النظام السياسي صعب، هذا بالمقابل يعني يهدد الدولة. أنا هسه الآن ما أريد أحكي على وضع العراق. الدولة وضع الدولة صعب، هذا مو اليوم. الدولة وضعها صعب من كان عندها 200 مليار، ووضع الدولة صعب من كان الخير أعلى من الرأس، ووضع الدولة صعب لأنه الدولة لا يقودها رجال دولة، هذا أمر مفروغ منه. لكن أنت الاتهام الذي وجهته للسيد رئيس الوزراء على الرغم من قربك منه، ماذا كنت تقصد منه؟ هل فعلا الرجل كان متورطا في هذا أم أن المعلومة كانت غير دقيقة؟ لا أستاذ نجم، أنا أولا إذا جنابك شفت اللقاء، أنا لم أتهم أحد، أنا رويت واقعة. أنا قلت الشهيد أبو مهدي المهندس وجه اتهام لرئيس الوزراء، وأول اجتماع بين رئيس الوزراء وبين الحاج أبو مهدي كان أنه حتى يبرر رئيس المخابرات في آنها دولة رئيس الوزراء الكاظمي أنه هو بريء من هذا الاتهام. وحتى المذيع لما سألني قال لي هل تعتقد أن رئيس الوزراء متورط بالاغتيال؟ قلت له ما أعتقد، لأن أمريكا ما محتاجة السيد الكاظمي. أنا رويت واقعة، الهدف من رواية الواقعة كان الكل كان يتكلم عن دعم الفصائل لرئيس الوزراء، وسألني المذيع ما لو كان أبو مهدي كان راح يقبل بسيد مصطفى الكاظمي، فقلت لأنه كان معترض، وقاسم سليماني كان معترضا على رئيس الوزراء، وأنه ما كانت العلاقة الحميمة أو الصداقة بين أبو مهدي وبين رئيس الوزراء مثل ما يشاع الآن.